اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخيرا وقبل ما اخد كلمات من حضراتكم اخيره في نهايه هذه الحلقه، وجهه نظرك في منتخبنا الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه يا كابتن نخله. والله يا اسلام بصراحه يعني ان شاء الله رب عندهم فرصه اخيره ان شاء الله باذن الله. لازم يكسب مباراه بالظبط، لازم يكسب. التعادل برضه لكن التعادل لقصه يعني بالظبط. انا بس الكابتن شوقي غريب، بس يعني يا رب الرساله توصل له، يعني يا كابتن تحرر العبوا كوره، خلي الفرقه تلعب كوره. يعني انا بلعب 3 ليه يا كابتن اسلام؟ بلعب 3 ليه؟ ملعب طريقه لعبه ماشي. لا انا العب 4-2-3-1. يا كابتن انا عاوز العب كوره خلاص، انا عاوز اكسب. انت خلاص حتى مباراه اسبانيا، مباراه اسبانيا يا كابتن اسلام خلاص. انت اوكي، دفعت كويس جدا جدا وخدنا منت من فريق كبير، فرقه اسبانيا فرقه كبيره جدا طبعا، وانا بقول لك من دلوقتي فرقه اسبانيا مرشحه تاخد البطوله دي. فرقه كويسه قوي تمام. المباراه الثانيه يا كابتن خلاص، انت الشوط الاول لازم تجيب جول. خلاص انت لازم تجيب، احنا عايزين نجيب جول، احنا ما جبناش هدف لحد دلوقتي يا اسلام في البطوله دي. ايوه المباراه اللي جايه اعتقد يعني يا كابتن العب باثنين، العب باثنين سرد باكات، العب 4-2-3-1. العب 4-2-3-1، نلعب كوره، خلي ما تبدا بنص الماهر، خليه يلعب الناس. عنده مجموعه لعيبه كويسه جدا. عندك ما عندك امكانيات لعيبه فرديه 10 على 10. خلي لعبه تتحرر وتلعب كوره، نلعب استحواذ عندنا. وبعدين الونش وحجازي ما شاء الله كويسين، ليه نلعب ثلاثه؟ الشناوي وراهم الثلاثي ده الحقيقه ما شاء الله. بالظبط كده، قوه غير عاديه. العب كوره، خلي عندك العب كوره ونروح نجيب جوان، نلعب استحواذ ايجابي في نص ملعب المنافس. ايوه احنا عاوزين نلعب كوره، يعني انا هخسر يا اسلام بس العب كوره، خلينا انتشر. الاوفر لابات مطلوب منك انت تخسر يعني برضه، يعني ماشي. انا بتكلم على اساس ايه؟ اديني مؤشر ان انت عاوز اهجم، عاوز اروح احاول اجيب جول. أوكي. اوصل ده لعيبتي، لكن بلعب ثلاثه ورا، انا مدي احل لعيبتي انا بدافع. برضه احمد ممكن برضه طريقه اللعب اللي هو بيلعب بيها، ما هو انا قالك انا خدت بطوله افريقيا بهذا الشكل. في بعض سياسه المدربين يا كابتن اسلام ان انت لما بتدافع بشكل جيد واهم حاجه ما يجيش فيك جول، ممكن اجيب جول من ضربه ثابته. انت عندك ثلاثه كويسين قدام، رمضان وطاهر و لعيبه منتخب مصر. انت معاك منتخب مصر يا اسلام، احمد ياسر انت معاك منتخب مصر الاول صح تمام. انا عايز اكسب مباراه، ودي اخر فرصه. لا واخر فرصه كمان ايه؟ انا مستني برضو نتيجه اسبانيا. لو كسبت اكتر من 2 خلاص يعني بالظبط تبقى انت وصلت. بالظبط انا بقول يعني خلينا ايجابيه، في ايجابيه شويه في الاداء. ايوه اتفضل. طبيعي يا كابتن اسلام وتشوف اختيارات كابتن شاوي لما بيختار الشناوي، لما بيختار حجازي، لما بيختار الونش، هو راح يدافع. فطبيعي اختيارته من الاول. برافو عليك، من الأول. برافو عليك. فطبيعي ان هو راح يدافع، لكن ما انا مع كلام الكابتن احمد ان انت لازم يبقى في تحرر، وخصوصا هنا اللي هيعلمها هناك المدير الفني والجهاز. أيوه. هل كان مطالب من عدم التحرر ده مطلوب من الجهاز الفني، ولا اللعيبه كانت رهبه الموقف، او أوكي. ما كانتش كله كان خلاص هي فرصه بقى واحد خايف يسيب مركزه. لكن زي ما بيقول كابتن احمد لازم تفرض اسلوب لعبك، لازم يبقى ليك شكل. انت ممكن تخسر، ممكن نطلع، بس يبقى شكلنا كويس. لكن ان شاء الله لسه الفرصه موجوده، ان شاء الله منتخب يحقق حلم كل المصريين، ان احنا ان شاء الله ما نروحش اداء مشرف وبس، لا احنا نروح نعمل نتائج. اكيد مباراه صعبه، مباراه استراليا انا بشوف ان هي من اصعب المباراتين، اسبانيا والارجنتين. ده انا مباراه فريق انا بشوف ان هو من اصعب الفرق في البطوله، لكن ان شاء الله مع التحرر ان شاء الله، ومع فرض اسلوب لعب من الكابتن شوقي والجهاز الفني، ان شاء الله نقدر نعمل نتيجه ايجابيه تاهلنا.